22 مارس 2012، يوم جديد وشمس جديدة على جمهورية مصر العربية، مليئة بالأمل والنهار السعيد إن شاء الله. معايا فقرة الصحافة اللي هنبتديها حالا مع الأستاذ أشرف البربري، رئيس قسم الأخبار بجريدة الشروق. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، وحشتنا يا باشا. أنت أكتر. إزاي؟ أخبار الحالة السياسية إيه في البلد؟ عجبك؟ دلوقتي المشكلة ما بقتش الحالة السياسية، الحالة الاقتصادية بقت هي الأسوأ أو هي الأصعب دلوقتي الحقيقة. أنا لسه كنت بقول في المقدمة إن إحنا كل السياسيين وكل السياسة أهم حاجة إن إحنا لازم يهتموا الحياة بالاقتصاد. اليومية طبيعي إحنا اهتمينا بكل حاجة من بعد الثورة ما عدا الاقتصاد. هو السياسة خدت أكتر من حجمها الحقيقة يعني. الشروق، نبتدي من جريدة الشروق صفحة أولى: البنزين يشعل أزمة بين وزارتي التموين والبترول. الأهرام صفحة أولى: أبو النجا لا نية لزيادة أسعار المواد البترولية. المصري اليوم صفحة أولى: صدام جديد بين الشعب والحكومة. المصري اليوم صفحة أولى: تأسيسية الدستور 75 عضوا في يد الإسلاميين و25 لباقي الشعب. الأهرام صفحة أولى: الإخوان تبحث دعم مرشح رئاسي من داخل الجماعة غدا. الشروق صفحة أولى: شباب الإخوان يتظاهرون ضد قرارات الفصل من الجماعة. والأهرام صفحة أولى: الأمن الوطني يحبط مخططا إرهابيا يستهدف المجرى الملاحي لقناة السويس. كل الاحترام وكل التقدير للناس اللي بتشتغل في أمن بلدنا وأمن أمن بلدنا واللي مش مركزين في المشاكل الداخلية اللي عندنا دي ومركزين في أمن مصر. الشروق صفحة أولى: البنزين يشهد أزمة بين وزارتي التموين والبترول. يعني هو الحقيقة احنا كده تقريبا بقالنا حوالي 4 أو 5 شهور بندور في حلقة مغلقة خاصة بالوقود البنزين أو البوتاجاز، ودايما بنقرا العنوان بتاع وزاره التموين ووزاره التضامن ووزاره البترول، وبيتبادلوا الاتهامات وكان كل واحد فيهم مش عضوين في حكومه واحده. اعتقد انه السبب الحقيقي للازمه بين الوزارتين هو انهم مش عايزين يقولوا الحقيقه. الحقيقه بتقول انه في ازمه سيوله لدى الحكومه، في تراكم مديونيه لشركات البترول، فبالتالي الشركات بتقلل الكميات اللي بتطرحها لانها ما بتاخدش حقها، يعني هي بتسلف الحكومه بالاجل. دي بشكل اساسي. المشكله الثانيه انه في انفلات امني، يعني في نشاط كبير للتهريب خصوصا البنزين والسولار، لانه بيسهل تهريبهم للخارج من خلال السفن ومراكب الصيد بشكل اساسي، لانه طبعا المكاسب اللي بيحققوها مهربي السولار من التهريب ده تفوق مكاسب تجار المخدرات. يعني بيشتري اللتر بجنيه وربع، بيبيعه ممكن بدولار ونص، يعني بنتكلم في 10 جنيه فالفرق كبير. عشان كده الحاجة الثالثة ان الحكومة بتاعتنا رشيدة بتشتغل بنفس كتالوج 30 سنة اللي فاتوا، اللي دفن الراس في الرمال والبحث دايما عن مبررات واعذار في مواجهة اي مشكلة. عشان كده في صعوبة ان احنا نوصل حتى لحلها. يعني استاذ اشرف، مش جالنا برضو ازمه طوابير قدام البنزين من حوالي من شهرين؟ اسبوع من شهر اه يعني هي شهر. على فكره هي منذ ايام تنتهي، خفت حدتها قليلا ولم تنتهي. الم تلاحظ انها الازمه دي اتكررت في نفس التوقيت بتاع زياره وفد صندوق النقد الدولي؟ شوف، يعني هو انا في طبعا دي نظريه مطروحه، يعني انه احنا بنحاول، لانه صندوق النقد طبعا جزء اساسي من شروط القروض اللي بيقدمها الصندوق، مش لمصر لوحدها لكن لاي دوله في العالم، يعني زي ما حتى شفنا في اليونان، بيبقى خفض الانفاق الحكومي. يعني انا مقابل ان انا هديك فلوس لازم تخفض الانفاق الحكومي اللي هو ابواب الصرف بتاعته، الدعم سواء الصحه او دعم الوقود او التعليم او المعاشات او حتى اجور العاملين في الدوله. لكن الحقيقه الموضوع اصعب من كده. يعني ممكن يكون التزامن ده انا يعني استبعد ان يكون له دلاله حقيقيه، انما الحقيقه انه ما فيش فلوس، في ازمه فلوس، ويجب ان احنا نتعامل مع الامر بهذا الشكل. تمام. الاهرام صفحه اولى: ابو النجا لا نيه لزياده اسعار المواد البتروليه. طيب طبعا لو احنا بنتكلم في العنوان اللي قبليها عن وزاره التموين والبترول، وبعدين هتنط وزاره التعاون الدولي، هيبقى سؤال يعني حاجه غريبه شويه، لكن هي بتصب في الكلام اللي حضرتك قلته اللي هو خاص بالتزامن بين
زياره الصندوق باعتبار ان ملف صندوق النقد والقرض مع وزاره التعاون مع السيده فايزه ابو النجا. نعم. فهي بتقول انه ما فيش بشكل غير مباشر ما فيش علاقه بين الزياره وبين ازمه البنزين. نعم. لكن الحقيقه احنا عايزين نقول انه الازمه دلوقتي ما بقتش في انه لا نيه لرفع الاسعار، هو في مشكله تتحل يعني اذا كان تحريك سعر البنزين على وجه التحديد باعتباره لا يدخل في صميم النظام الاقتصادي. نعم. بالنسبه للناس يعني استخدامه قاصر على العربيات الخاصه بشكل اساسي. اذا كان الحل هو تحريك السعر يجب ان احنا نتكلم بصراحه. لو انا الحكومه بتقول انا ما اقدرش اكمل لما سعر برميل البترول يبقى 110 دولار انا ما اقدرش افضل ابيع البنزين ب 175 قرش او 185 قرش لازم نحركه شويه، تقول هذا الكلام. يعني الناس عندها الوقت احساس بانها شريكه في البلد. بس هي الحكومه مش مدركه الحكايه، فبالتالي نعم. مستعدين انهم يتحملوا نعم. جزء من العبء ومن المسؤوليه. انما بقى الكلام بتاع ايه لا نيه لزياده الاسعار يعني ما بيحسكش انه حصل اي تغيير. لا هو بيطمنك يعني ان احنا بنقطع البنزين مش عشان هنغلي سعره، هو بيطمنك مجرد تطمين. ما هو يطمن انت عايز البنزين ما تعملش ثوره تاني. ايوه انت عايز البنزين بغض النظر يعني انت يعني اوكي يا ماشي خلي ما فيش بنزين ب 175 بس مش موجود. تمام. طب 2 جنيه وموجود. طيب الخبر بقى الثالث، انا شايف من وجهه نظر يعني بسيطه جدا ان ده الاساس، ان هو ده المشكله الاساسيه. احتمال يكون في حاجات تانية. المصري اليوم بقى بيقول لك ايه، ان صفحة اولى صدام بين الشعب والحكومة. هو في نظرية بتقول انه الحكومة اللي موجودة تسعى الى يعني ايه تصدير المشكلات للحزب الحاكم او الحزب الاغلبية او الاغلبية في البرلمان. وهذه النظرية الحقيقة في ضوء احداث كتيرة لها قدر من الوجاهة يعني. لكن برضو في نفس الوقت مجلس الشعب حتى هذه اللحظة لم يتحمل مسؤوليته، لم يتخذ قرار، لم يجبر الحكومه على اتخاذ قرار، لم يصدر قانون. يعني لحد النهارده بقى لنا شهرين تقريبا لم يصدر عن مجلس الشعب قانون واحد تم تفعيله في ملفات لا حصر لها مفتوحه وملحه. يعني كانت الناس منتظره التعامل معاها باليوم مش بالاسبوع مش بالشهر. ايوه بس هم طالبين ان الحكومه دي تتشال. هم ما طلبوش. شوف هو المشكله انه هذا الكلام سحب يقال من الحكومه دي معناه انه انت طالب مين؟ هو طالب مين؟ هو يطالب نفسه. نعم. يعني هو دي المشكله. هو الحقيقه انه اعضاء مجلس الشعب يجيدوا التعامل مع الاعلام. نعم. لكن لا يجيدوا العمل تحت القبه. لان تحت القبه في قرارات. نعم. اذا كنا بنقول اذا كان حزب الحريه والعداله حزب الاغلبيه بيقول انه يجب سحب الثقه، يعني كتتني البرلمان يستطيع سحب الثقه من الحكومه. واذا كانت كل الاحزاب الليبراليه واحزاب القوى اليسار اللي موجوده في البرلمان تطالب بسحب الحكومه، ما الذي يمنع مجلس الشعب من اصدار بيان ملزم يقول فيه ان المجلس قرر رفض بيان الحكومه؟ نعم. وبالتالي سحب الثقه منه. نعم. لكن هو الحقيقه انه المجلس يخشى من انه يسحب الثقه من الحكومه. نعم. فيقع عليه عبء تشكيل الحكومه الجديده. يعني هو لا بالعكس حضرتك لا لا, لا, لا بالعكس ده حضرتك لما هيصدقوا ان هم عايزين يبقوا هم لا, لا لا لانه المشكله الحقيقه مشاكل هم يدركوا ان مشاكل البلد نعم تقيله قوي. البلد تركتها تقيله. لما هم عارفين ان تقيله وعشان كده عمالين يقولوا يا جماعه ما تاخدوش قرض من ما تاخدوش قرض تاني. ويبقى في عبء اكبر. المعلومات بتقول ايه؟ انه هم بيأجلوا القرض علشان هم اللي ياخدوه. تمام. يعني هم ياخدوه بعد ما نوصل بعد ما من صندوق النقد الدولي. من صندوق النقد الدولي. اصل هو بص يعني هو قروض صندوق النقد رغم ان شروطها صعبه. نعم. بس هي افضل قروض من حيث فتره السداد. نعم. ومن حيث سعر الفائده عليها بيبقى حوالي 1.5%. مصر بتقترض من السوق الدوليه باكثر من 8%. فرق كبير. قرض الصندوق بيتسدد على 20 و15 سنه. القروض التجاريه اللي ممكن تاخدها من الاسواق الدوليه بتتسدد في 5 سنين. تمام. لكن هو الحقيقه لا الحقيقه انه مجلس الشعب لانه ايه اللي يمنعه من انه يتخذ هذا القرار؟ مساله بسيطه. مجلس الشعب يطالب بسحب الثقه من يطالب مين؟ يطالب نفسه؟ خد القرار. هم يدركوا انه لا ما هو واخدوا القرار هو كانوا عايزين لكن العسكر قال لك لا دي او الجيش قال لك لا دي مساله فيها يعني استنوا شويه خلاص انتوا كمان شهرين ثلاثه. طبعا دي وجهه نظر عديجو. دي وجهه نظر حزب النور وبرضه تيار لا باس به انه يا جماعه يعني احنا على ما نحل الحكومه. نعم. وندخل في مشاورات لتشكيل حكومه. نعم. جديده. نعم. هيبقى عندنا رئيس جديد ونبدا من الاول. يعني عمال بقى ما الحكايه دي تتحل الناس عايزه تعيش. هنقف بقى في طوابير البنزين قد ايه؟ دي بالظبط هي دي المشكله. وهنقف في الشارع مستنيين الاتوبيس اللي ما بيشتغلش قد ايه؟ احنا بندفع ثمن فشل حكومي في يعني مروع الحقيقه في التعامل مع اي ملف. يعني لو انت بس فتحت ملف بالمره يعني
اضراب سائق هيئه النقل العام، مفيش مسؤول خرج قال هم لهم 7 مطالب. رؤيتي الشخصيه في المطالب دي فيه 3 مطالب حقه و4 مبالغ فيهم واحيانا متعارضه. ما الحكومه لا تتعامل مع اي مشكله التعامل جد. طب ما تيجي نتكلم بصراحه ونقول يا جماعه ما فيش فلوس. بالظبط، ما دي في 100 سبب يقول انه ما فيش فلوس. مالكش حق. يعني لو انت واقف عامل اعتصام، حاجه من اتنين، يا اما ليك حق وتقدر تاخده النهارده، يا اما مالكش حق، يا اما ليك حق وهتاخده بعد سنه. طيب موضوع تاني مهم جدا هنفتحه على فكره النهارده مع ضيوفنا، انما راي حضرتك ايه في الخبر المصري اليوم صفحه اولى، تاسيسيه الدستور 75 عضوا في يد الاسلاميين و25 لباقي الشعب. طيب انا يعني ازيد على الاخوه في مصر اليوم من الشهر بيتا واقول انه 100% من اعضاء الجمعيه التاسيسيه في يد الاسلاميين. نعم. لانه الاسلاميين يشكلوا ما يقرب من 66% من اعضاء مجلس الشعب. كويس. والاعلان الدستوري يعطي مجلس الشعب كاملا تشكيل كامل اعضاء اللجنه، يختار كل الاعضاء، هو اللي هيختار كل الاعضاء، يختارهم اسلاميين، يختارهم ليبراليين، يختارهم عمال وفلاحين. لكن الحقيقه انه طبعا انه بشكل اساسي مجلس الشعب هو الذي يختار، بما انه اختيار الاسلامي صاحب الاغلبيه المطلقه الثلثاني تقريبا، فهو ينفع يختار. لكن الحقيقه برضو انه حتى هذه اللحظه مفيش ما يدعو، يعني انا ضد الحقيقه التشكيك في النوايا. بيؤكدوا الحزب الحريه والعداله انه الجمعيه التاسيسيه ستمثل كل اطياف الشعب المصري. هم لهم الحق من الناحيه القانونيه والشرعيه انهم يختاروها. استاذ اشرف، الاخوان اول ما مسكوا مجلس الشعب وبتاع، احنا مش هنرشح حد لرئاسه الجمهوريه. وما زالوا. لا ما زالوا ازاي؟ الخبر اللي كده الاهرام صفحه اولى، الاخوان تبحث دعم مرشح رئاسي من داخل الجماعه غدا. عندها هي عندها ازمه، لكن هو الحقيقه لحد هذه حتى هذه اللحظه قياده الجماعه، ودي عامله مشكله طبعا بدليل يعني هو رفض القياده او التزام القياده. نعم. بهذا المبدا. هو اللي بشكل احد اسباب انه ما بيدعموش عبد المنعم عبد الفتوح احد القيادات التاريخيه للجماعه. وده عامل انقسام داخلي. نعم. خلي بالك انت في السياسه ما فيش مواقف ثابته للابد. طبعا المواقف ممكن تتغير. طبعا لو انا حسيت ان انا كقياده خدت قرار، احنا شفنا حزب الوفد أيد عمرو موسى العصر، بس الإخوان بالليل أيد حسن منصور حسن. بس الإخوان والسلفيين أعتقد إن هم يعني ستريت. لا مفيش، ما ينفعش في السياسة ستريت. لا عارفين يعني الهدف كويس اللي هم عايزين يوصلوا له. هم عارفين الهدف، وهو يعني هو شوف هقول لحضرتك حاجة، هو ترشحهم للرئاسة. بعد إذن سيادتك معلش، هو الناس اللي خايفة إن التيار الإسلامي هو اللي يحط الدستور، هم خايفين يتحط إيه في الدستور؟ يعني طبعا هو في خوف على حريه على الحريات الخاصه بشكل اساسي، يعني هي ما فيش بص يعني فيما يخص صلاحيات رئيس الجمهوريه، فيما يخص حق التظاهر، فيما يخص خايفين من الحريات على الحريات، لانه طبعا واحنا قمنا بثوره 25 يناير اساسا عشان الحريات. علشان كده انا بقول انه هذا الخوف في غير محله. ليه؟ لانه الاخوان المسلمين على وجه التحديد لديهم من الخبره ومن الحنكه اللي هيخليهم يدركوا انه الناس اللي نزلت وتصدت لنظام بحجم نظام حسني مبارك مش هيجدوا صعوبه خالص انهم ينزلوا في مواجهه حكومه نظام لسه بيتشكل، يعني نظام راسخ 30 سنه من اجل الدفاع عن الحريه. علشان كده اتصور انه لن تتحقق هذه المخاوف. هي طبعا مخاوف مطروحه وموجوده. احنا بنتكلم عن الحريه وان الاخوان او الجماعه الحريه والعداله هتحافظ على الشكل بتاعها بالنسبه للحريات الاخرين. ايش حال بقى شبابها نفسه؟ الشروق صفحه اولى، شباب الاخوان يتظاهرون ضد قرارات الفصل من الجماعه. ايه الحريات اللي جوه الجماعه؟ لا لا، ما انا هقول لك على حاجه. اولا انت انضمامك لجماعه يعني التزامك مبدئيا، انا لا 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 يعني لست في محل الدفاع عن الاخوان المسلمين. وانا مش من الناس اللي يعني وانا مش ضد الاخوان المسلمين، وانا عارف ان احنا وانا مش ضد الاخوان المسلمين، انا بس بنحاول ان احنا نفهم. لكن هو الحقيقه انه هذه الجماعه هي ليست جماعه رسميه، انت لا تحمل كارنيه عضويه الاخوان المسلمين، دي جماعه ايديولوجيه تنضم لها طالما فكرك يتفق مع فكرها. تمام. فاذا حصل انه فكرك اتغير او انت حسيت ان هم انحرفوا بالافكار اللي انت فانت بتنسحب او بتنفصل او بتفصل. يعني الحقيقه انا مش شايف انه هذه الوقفه لها محل من الاعراض. نعم. دي ما هياش وظيفه، انت لست لا تعمل اخواني. نعم. انت عايز ترجع الجماعه ارجع.
بس هتلجع. انا بقول انه الجماعه بتاعتنا بنصلي من الصبح بالليل ومش عارف، وبندفع فلوس من معانا وبنتصدق وبنطلبك في اعمال تطوعيه معينه مش عارف ايه، ولنا مواقف سياسيه معينه اللي هو بنسميه الالتزام الحزبي. ما هو في كل الاحزاب في التزام حزبي. نعم. انت لو خرجت عن، لو صوتت ضد الحزب بتاعك بتستقيل. في اليونان في اعضاء في الاحزاب صوتوا ضد خطه التقشف فانسحبوا من الاحزاب. استاذ اشرف، موضوع الاخوان هيفضل معانا كتير وسنوات جايه، او يعني اللي بس انا عندي خبر بقى مش كل يوم بيجي. الاهرام صفحه اولى: الامن الوطني يحبط مخططا ارهابيا يستهدف المجرى الملاحي لقناه السويس. سريعا ارجوك لان وقتي خلص. لا هو طبعا خبر مبهج الحقيقه، يعني احنا في ظل هذه الظروف اللي بنتكلم فيها على الانفلات الامني، في مجموعه زي ما حضرتك قلت في تقديم الموضوع انه في ناس لسه شغاله وفي ناس لسه حريصه على امن البلد، وده يعني ان شاء الله ده مؤشر ايجابي ان شاء الله، يعني ان الامور تتجه الى ما هو افضل. نعم. زي ما قلت من اول الحلقه او في اول الصحافه، كل الاحترام وكل التقدير وكل زي ما بيقولوا رفع القبعه للناس السهرانه على امن بلدنا. ما زالوا مش مغروش عليهم المشاكل الداخليه. اتمنى هذا الاستمرار في التركيز لأمن مصر، حبيبتنا مصر. أستاذ أشرف البربري، رئيس قسم الأخبار بجريدة الشروق، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم. مشاهدي نهارك سعيد. واضح إن إحنا ما بنعرفش ننام أو بننام كتير، مش عارف يعني إحنا بعد ثورة 25 يناير هل إحنا نايمين أو صحيين؟ إنما في ناس عندها مرض النوم، فعندنا تقرير خاص بموضوع النوم، اليوم العالمي للنوم. اليوم العالمي للنوم. أقام مركز الطب النفسي والأعصاب بمستشفى عين شمس ندوة بمناسبة اليوم العالمي للنوم، تم فيها مناقشة أمراض النوم وكيفية علاجها. يا رب نبطل نوم ونشتغل.